لا ده احنا كمان نتمنى ان الناس فعلا تعرف حقيقة وقيمة علي معلول، وقيمة واخلاصه للنادي الاهلي، وقيمة ارتباطه بالنادي الاهلي، لانه برضو ناس كتيرة رغت كتير في المنطقة دي، لكنه فعلا نوعية من نوعية انيس بوجلبان، نفس النوعية في اهتمامها بالنادي الاهلي وانتمائها للنادي الاهلي. وده مش كلام حتى بيتقال من علي معلول في مصر، لا بيقوله في تونس وبيعبر عن علاقته بالاهلي في تونس وبينقلوا عنه صحفيين زملاء توانسة مع الزميل سيف زاهر. نشوف في تصريح، التصريح ده انا وقفت عنده بشكل مهم وشكل كبير جدا. تصريح لعلي معلول صحفي زميل، تحدثت معاه وقلت له هو علي معلول ماضي في النادي الاهلي قد ايه؟ فرد عليا رد جديد خالص بقى، قال لي علي معلول وانا بساله السؤال ده في التليفون، فرد عليا قال لي انا موقع للنادي الاهلي حتى نهايه العمر. فقلت له لا ارجع للاولانيه، حتى نهايه العمر، حتى انتهاء مشواري القروي. قال لي ان رهان علي معلول عن النادي الاهلي اكبر مما دماغك تتخيل. علي معلول ده هو اللي بيقول، علي معلول اللي بيقول له يعني، قال له انا مضيت مع النادي الاهلي، مضيت مع جمهور النادي الاهلي، مضيت مع طموحاتي في النادي الاهلي بعد المشوار القروي. ده كلام كبير جدا بقى، فده النهارده تصريح معلول، تصريح كبير جدا جدا جدا. انا ماضي مع النادي الاهلي، ماضي مع جمهور النادي الاهلي، ماضي مع النادي الاهلي حتى نهايه المشوار، مشواره الكروي، وان هو يكون ليه دور في النادي الاهلي بعد انتهاء هذا المشوار. طموحات كبيره على فكره، ناس كتيره رهنت في الحته دي، وعمر ما حد راهن في الحته دي وخسر. عمر ما حد راهن في الحته دي وخسر. اذا النهارده مشوار علي معلول مع النادي الاهلي كبير بناء على تصريحاته. طيب الاستاذ سيف زاهر ما بيقولش راي انطباعي، او ما بيقولش معلومه مجهوله المصدر، بينسبها لصاحب. انا سالت فلان الفلاني التونسي هو علي معلول علاقته ايه، اخباره ايه مع النادي الاهلي، قال له لا ده علي معلول رد عليا رد علاقه ابديه، سواء على مستوى الجماهير او الاداره او كره القدم او الحياه في مصر. طيب نقفل السكه، انا بقول لك مش هتتقفل، مش هتقفل طول ما هو بشكل خطر فني في الملعب، الناس هتفضل تبتكر الاخبار حواليه. حاجه غريبه جدا.